هلأ على الشاشة رح يطلع 5 صناديق، بدك تختاري رقم من 1 للـ5. بكل صندوق في مجموعة أسئلة رح يطلعوا على الشاشة سؤال ورا سؤال. أوكي، أي صندوق بتختاري؟ أنا بحب رقم 3. رقم 3؟ هلأ يطلع لك أسئلة أضرب من البقر. بشرح اللعبة، يلا تعال. رقم 3 شو مخبّلنا أسئلة؟ وأول سؤال بهالصندوق يلي اخترتيه هو: في حال كنتي عم تسوقي دراجة نارية وبحق لك تختاري زميل أو زميلة لتقومي بمشوار مليان بالفرح، مين بتختاري؟ يا لطيف شو كتار؟ اسم واحد. صباح جزائري، نادين تحسين بيك. اسم واحد، دراجة نارية منو باص هيدا. صباح جزائري. صباح الجزائري. عندك 3 بطاقات لدعوة زملاء وزميلات إليك ليحضروا لك مهرجان غنائي. لمين بتعطي هال3 بطاقات وبتعرفي انه هول 3 اسماء رح يزقفوا لك بالصفوف الاماميه؟ كتار.